الله الصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. كتب برواقة كده، نروق راسنا بقهوة، نظبط راسنا. اللي بتحب الشاي، اللي بتحب القهوة، لازم تدلعي نفسك، لازم تدلعي نفسك قبل ما تخشي المطبخ عشان تدخلي بمزاج رايق. يلا عاملة لكم حلا، يعني هو حلا بسيط ومكوناته بسيطة جدا، لكن لما تيجي تاكليه أو تشوفيه في كافيه بتحسي بفخامة كده، يعني فخم لما تاكليه ذاته بتحسي بفخامة. هو شنو الحلا؟ الكريب. الكريب سهل، يعني سهل بطريقة كده انت ما بتتخيلي، ومكوناته بسيطة بسيطة بسيطة. انا متأكدة بعد ما تشوفي الفيديو حتقومي تدلعي اولادك تعملي لهم كريب. هتحتاجي لكوباية ونص حليب، كوباية كبيرة حليب سائل، كوباية ونص زي ما انت شايفة في الفيديو موضحة لكم. هتحتاجي نفس الكوباية سكر، ما تكتري السكر، يعني نفس الكوباية سكر، يعني ما تزيدي زي كوبايتين أو كوباية كبيرة ونص، ما لا بس كوباية سكر ما تزيدي. فانيليا بودرة إذا عندك سائل عادي، حبة بس من البيض لأنه الكريب أصلا بينشف، حبة بس من البيض وزبدة. أنا هنا استخدمت نص معلقة زبدة ومعلقة سمن، فإذا أنت عاوزة تغيري راحتك، يعني ممكن زبدة أو ممكن سمن ما بفرق. هنا إذا عاوزة أنت لما تيجي بعد ما تخلط الحاجات كلها مع بعض، إذا عاوزة تصفيه أوكي، ما عاوزة ما مشكلة. أنا ما صفيته. هتستخدمي كوباية دقيق، نفس الكوباية بتاعة الحليب دقيق، وحتزيد حتضربيه. الكوباية الأولى بتاعة الدقيق حتضربيه كويس، بعدين هتجيبي نص كوباية، يعني كوباية ونص، كوباية ونص دقيق، كوباية ونص حليب، كوباية سكر. إذا ما مليتيه كمان عادي ما بفرق، لأنه أنت أصلا حتحلي الكريب بالحلويات، يعني نوتيلا أو أي شيء عندك. هنا شكل الكريب، العجينة بتاعة الكريب بيكون شنو؟ سائل، ما بيكون معاكي نفس عجينة البانكيك، لا بيكون على أخفة. هنا إذا أنت عاوزة تعملي بعدين على شكل مثلثات، تلفيهم على شكل مثلثات، أعملي دوائر صغيرة كده. فإذا أنت عاوزة تعملي مدور برضو موضحة في الفيديو، ممكن تعمليه كبير. تملي الطوة بتاعتك، يعني تمسحي الطوة بزبدة أو بسمن وتوطي النار عليه، بيطلع معاكي ظريف شديد. هو أصلا بيكون طري من النص وناشف بالأطراف. فأول حاجة لازم تعمليها لما تيجي تطلعيه من الصاج بتاعك، لازم تغطيه بقماش نظيف عشان هو بينشف، عشان يحافظ على الطراوة. لازم انت تفضلي تغطيه بقماش نظيف زي ما وضحت لكم. هنا عملته كبير، عملته كبير ليه؟ عشان انا عاوز اعمل جزء مثلثات وعاوز اعمل جزء رول، يعني مدور. طعمه رهيب رهيب رهيب، ومكوناته بسيطة جدا. ولما نحن نطلع برا او نمشي كافيهات او تمشي المول، بتحسي انه هو حاجة كده فخمة وعاوزة تاكليه وكده. فممكن تدلعي بيه الاولاد في بيتك، تدلعي نفسك، صحباتك، حاجة بسيطة جدا ومكوناته بسيطة، وبتقدري تزينيه باي شيء عندك. هنا انا رشيت عليه شوية مكسرات مع نوتيلا، ومن جوا لازم تحشيه نوتيلا، عاوزة تحشيه قشطة، اللي بيعجبك. انا حشيته نوتيلا وخطيت لهم شوية صوص وقطعت لهم معه موز.